السنايبر وينه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيفا عبد الرحمن، رجعت لكم اليوم في مقطع جديد واخيرا ولاول مرة العب مع فيصل في الشرق الاوسط، ولكن قررنا نرجع ونسوي الجزء الثاني من وش يصير اذا جمعت الاسلحة الذهبية كلها. لعبت مع فيصل ولعبت مع خوينا ابو ثلاث مكيفات، اتوقع انكم تذكرون المقطع لان هذا اكثر مشاهدات عندي في القناة. المهم جتني فكرة كذا بسيطة، قلنا دام ان في اسلحة ذهبية جديدة في الماب تقريبا في ثلاثة، قلنا ليش ما نجمع الاسلحة الذهبية؟ طبعا تعرفون ان في الماب برضو في أسلحة ذهبية تقدر تطورها، ولا في بعض الأسلحة اللي موجودة، فتقريبا اللود اوت كله راح يكون ذهبي. لا تنسوا اللايك، لا تنسوا تشتركون، نبغى نوصل 3 مليون، لأن 3 مليون في هذا المقطع راح تعرفون إن شاء الله راح يكون في مقطع لثلاثة مليون حق الهدية، وراح يكون في مقطع إن شاء الله إن فيصل يقول بيجي وبيكفخني في هدية، ما أدري قصده، بس بتشوفونها في المقطع. أتمنى يعجبكم مقطع اليوم، لا تنسوا اللايك ولا تنسون FRL. والله يعني ترى أدري إني أنا ساحب على القناة لأسبوعين يعني، لأن ما في محتوى وقناة يعني شوي بس زبدة يعني. احط كود افرل، ها ابغى اليوم اشوف كود، ابغى كل اللي يشوفون المقطع يحطوا كود افرل بس اليوم. اوكي شكرا، يعطيكم العافيه، لا تنسوا اللايك والتشكر، مع السلامه. بيس. فصولي. الو الو، بابا فين؟ بابا هنا اهو. قول لهم مين. الله يحييك يا زين، والله الصوت عاش من سمع الصوت. اخبارك يا اخي؟ من زمان عنك. شلونك؟ والله العظيم اني مشتاق لك، والله العظيم انا اكثر. طيب اسمع فيصل، اليوم عندنا تحدي على دولارات ولا لا؟ ما في دولارات خلاص، انت عندك يوتيوب وعندك فلوس. اصبر شوف انا عندي لك، شوف عشان يجي المقطع حلو. شوف ها، شوف اذا سوينا تحدي إيه؟ ترى عندي ميزانيه دولارات، تبي تعرف ايش؟ فيصل المقطع هذا ما في دولارات، لكن اذا سوينا الفكره وضبطت انا بعطيك هديه. تدري وش اكثر مشاهدات مقطع بالقناه عندي؟ الاسلحه الذهبيه، عرفته؟ ايوه. فاسمع، وش رايك نلعب الحين ونجيب الاسلحه الذهبيه اللي في الماب؟ تعرف وش الاسلحه الذهبيه اللي موجوده ولا لا؟ جت باك والسنايبر واللي يختفي حق بريدتر، ونجيب اي كي وشتجن تكتيكال ذهبي، فخلينا نشوف نقدر نسويها ولا لا. بس اسمع. ايوه. بس اسمع، ناقصنا واحد صح؟ والله صح. تذكر من هو؟ واحد اعطاك هيد شوت 200 خلاك تصيح سنه كامله. خلي أبعطيه انفايت دقيقة. والله كنت لسعة تلسيعه كذا على طول مات. الو ثلاث مكيفات. الو محسن، السلام عليكم. عليكم السلام. ها شفت، غير مايك يا فيصل. جيب. طيب اسمع محسن. هلا. طيب احنا نبي نسوي الجزء. كورونا. اي كمامتك وينها؟ في البيت. حط الكمام. عمر حط كمامة على راس ذا. لا تحط كمامة، بس انا حاط قزاز. طيب بس ابدا اسمع محسن، احنا بنسوي جزء ثاني من الاسلحه الذهبيه، زين. طيب وش بنسوي؟ ترى يهد اللي اعطيتك اياه. اقول اسكت يا البزر انت، خليني اعلم محسن. خليني اطقطق. طيب شوف هنا يقولون ان في واحد سكنها سكن مونجرال القديم، اذا ذبحته يعطيك ار بي جي واي كي بنفسجي. لا اي كي ذهبي وار بي جي بنفسجي. اذا مو موجود في واحد تذبحه هنا يعطيك اي كي شو اسمه اي كي بنفسجي، اذا تحديته تروح تضغط عليه بعدين تتحداه. اوكي خلاص انت روح لتحت الاول، روح لتحت. اذا ما لقيته عادي اصلا انا يمكن القاه هنا قاعد يتمشى، يمكن اخذ الكي بعد. انا بروح ستلثي عند اذا ما جاء ناس وذبحوه يا فير. انا بروح ستلثي عند بريدتر، انت تروح شو اسمه، انت رح هنا تلقى اذا ذبحت واحد بيعطيك ار بي جي بنفسجي واي كي ذهبي. وانت دبر لنا السنايبر والجت باك يا فيصل. اوكي عندي ما عليك. خلاص انت حظك فير. انا بنزل ايه تلقاه في الوسط. أعرف. ايه شوف حسون، اذا ما لقيت اللي هناك حقت حسون هي حسون زبده في تشستين. بسم الله موجود عندي، اسمع صوته. فيرفول لحظة، لا تكفى تكفى فيصل. في لا ما اخذوه. طيب دقيقة يا عيال، انا اسمع صوته قاعد يسوي كذا يختفي. شوف اذا اختفي اطلق عليه، ترى يقعد نفس المكان اخر. طيب اسكت بيموت. استعد يا بس على الصراخ. استعد. اوكي هذا علق شكله. سنايبر ما لقيته.
ذبحته. اختبيت. لا الو تسمعوني؟ خرب الصوت. لا ايش فيه؟ خرب الصوت. لا انت ليش حولته؟ الزبدة. اقسم بالله العظيم ما ادري ايش صار. والله العظيم يوه. ايرفول هلا حمومك. ما دام انك خلصت تعلي على السريع تعلي، لا تروح عند الناس. تحدي. والله للأسف معي ناس واجد تبدا. ياد ما عندي ناس. ما في. بحت دوري. تعال بيرفول، ايش رايك بدل الكيت ذهبي اسكار ذهبي اللي تبي عادي؟ هذا ليش نحاش؟ والله يا حسون انا شكلي بموت. الرحمه مات مات. ذبحته. أعطي أغراضي يا كلب. لا ذبحته يا أخي، أحسك صرت معرق. ما أدري أنت من يومك معرق. لا ليش لا ذبحتهم؟ أوه ماي جاد. أوكي عندي سكواد. جايك. بدأ يخلطون نظام المنور. جايك الزبدة أنا يا مستر زارو. كم البزعة جايك وأنا مطعس. شوف يا ولد ما لقيت الطماطه، كيف تبغى اطور الاسلحه؟ في ناس يطورون اكثر يا اخوي. طيب قل لي وين مكانهم. ايوه طورت. طور طور يا لا تطور ها فيرفل. غمض عينك. اصبر ها غمض. واو حط حط حسون حط حط حسون. كل الاسلحه الذهبيه بقى الحين سنايبر. في ناس قدامنا. دمج فيرفول. انت تدري لو تدمج. وينه؟ عندي عندي. طيحت واحد. خليك عندك. ثمانين. وانشوت وانشوت. واحدة. اوه الله يديمه. اوه بل هذا كل اسلحتي ذهبية. بيرفول والله كل اسلحتي ذهبية. اصبر 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 ما لك قبل. خذ خذ ذا. انت خل كل اسلحتي ذهبية بعد. والله 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 خل كل اسلحتي ذهبية. اصبر ناخذ دبل ستار. خذ هذا بعد. السنايبر السنايبر. وينه؟ ما اخذوا ما اخذوا. انا بدري عشان انا رايح انا رايح. انا مختفي. عندي 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 عندي. انا اختفيت. هذا عندي وحده. اطلع اطلع اطلع. بدك 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 بدك. مو معه مو معه. كذاب يا كذاب. جيب خلنا نشوف. لا لا يا الله ها
خلاص احس المقطع نفس ذاك القديم والله العظيم شبيه شبيه له مره. يلا الحين اخر سكواد ها هذول هم بالله يا اخي روح خلي لي لقطه عادي خلي اللي تبي كانك اخذت الاسلحه وايد برعم 114 والله يا دمجه شقه قوي ادفعوها وخلوا الباب ها بتفجر شوف شوف ترى وين شوف ترى وين شوف ترى وين شوف اكثر منك ترى قاعد تصور صح عليك ادني على ها بس بس خلي اخر واحد شوف شوف هذا اخر واحد لا تذبح لا تذبحه بس 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 خلي 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 مو الاخير مو الاخير الا الا شوف اخر واحد اخر واحد والله اخر واحد بس استنى انا بذبحه ابن اطلبه اوكي لا لا اذبح 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 انا مو اخر واحد قلت لك قلت لك مو الاخير اخر واحد ابي ابي منيس في احد مع منيس اوكي من معها لا تذبح لا تذبح لا تذبحها انا بعد تبي هانتنج اعطيك هانتنج تعال تبي اي في هانتنج مع ذا تعال تعال خذ جيب جيب خذ جيب الله يا اخي تسكت ليش قبل شوي ليش قبل شوي تطيرني ها بس كيف الفوز ها ليش تطيرني قبل شوي بس الزبده والله الاسلحه وفي اسلحه ذهبيه مره كثيره حلوه تجعل اللي ساعدك والله العظيم انك اسطوره يا فيصل والله انك طورتها وخسرت ذهب عشان تبدا والله العظيم الاسلحه الذهبيه زدت الاسلحه الذهبيه مره حلوه فكره لا تنسى اللي قلته ها تعال لوبي تعال لوبي اي واحده اي حزمه تحت ابو 2800 اللي نفس سكنك مع سكن الرجال مع كل شيء تبيها كان اعلمك مكتوب 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 اني ما اقدر اعطيها قفت اقدر اعطيك كل واحد الحالة ما اقدر اعطيك اياها قفت بعطيك اياها كل واحد الحالة اوكي بس خلاص شوف الرقصه ما اقدر ما في ما في ما اقدر اعطيك الا شيء واحد الحين لان هذا خمسة خلاص خلاص حول لي 100 دولار كل تبن زبدة فيصل يعطيك العافيه لا تنسون كذا فرل ولا تنسون تشتركون عشان وصل 3 مليون اقرب وقت ان شاء الله المقطع هذا حلو في مقطع ثاني ان شاء الله راح ينزل مع فيصل مره حلو ان شاء الله راح يكون فكره مره رهيبه الله يعطيكم العافيه شكرا ما قصرتوا لا تنسون لايك لا تنسون تشتركون مع السلامه الى اللقاء باي لا خربت اللعب انا اوريك ايش فيك خلاص خلاص فيك بقول كلمة وانت ايش فيك شباب لا تنسوا كود الشوب اللي هو FRL وشباب والله نصيحة سووا وصلوا فين 3 مليون كفو لان ترى اذا وصلت 3 مليون تدري ايش بسوي بروح عند بيته وهو ما يفتح الباب بصفقه احلف قل والله تجي اذا جبت 3 مليون والله خلاص يعني الحين في مقطعين ل 3 مليون فيصلوا المقطع حقي الهدية